الآن الصدور ونشاهد تحية إلى النساء وهي مستمرة بعونكم. أننا في تونس، في تونس الحرية والديمقراطية بيننا نتحدث إليكم. الرسالة الأولى هي رسالة موجهة إلى بعض عديد القادة العرب، لا للخيانة الموصوفة، لا للإجرام في حق الشعوب، لا للإذلال لهذه الشعوب، أن تستمدوا شرعيتكم من أبناء شعبكم، وأن هذه القضية دائما وأبدا ستوقع هي في جوهر وقلب موضوع وفي وجدان كل حر في العالم وكل حر عربي. ما ذكرت حرارة الطقس، ولكن أنتم مناضلين قبل كل شيء. هذه الأنظمة العربية التي لا يعنيها إلا المحافظة على، وهذه مناضلات ومناضلي الاتحاد كمان أعرف. هي ليست رسالة فقط للذين شاركوا في مؤتمر أو في ما يسمى ورشة المنامة، هي رسالة للإنسانية جمعاء، أن كل من يحاول تبخير الهوية الوطنية الفلسطينية إما بالترغيب أو بالترهيب سوف يفشل، لأن فلسطين يعني في جبهة صمود وتصدي مع أشقائها في تونس وفي العالم الحر، تتصدى لاستراتيجية كونية تسعى لتدمير البشرية. ففلسطين هي ثابت التوازنات الدولية، هي ثابت المرجعيات القانونية للمجتمع الدولي. فلسطين حرة، حرة، حرة الإرهاب.